والله لن يدركوك. قال الإمام الرضا عليه السلام: إلهي، بدت قدرتك ولم تبدو هيبتك فجهلوك، وبه قدروك، والتقدير على غير ما به وصفوك. وإني بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء إلهي، ولن يدركوك. وظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليك لو عرفوك. وفي خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك، بل سووك بخلقك فمن ثم لم يعرفوك، واتخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك. تعاليت ربي عما به المشبهون نعتوك.